بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن بدائل التروزول 2.5 مللي جرام. عندنا هنا في مصر اشهر 5 منتجات موجودين او 3 شركات، يعني عندنا الشركه الرئيسيه الا وهي الشركه الام، عندنا البراند الا وهو فيمارا 2.5 مللي جرام اللي هو للتروزول 2.5 مللي جرام. تاني كده عندنا بعد كده شركه فاركو عندها 3 منتجات، عندنا المنتج الاولاني اللي هو عنوان الفيديو للتروزول 2.5 مللي جرام، عندها العلبه 3 شرايط، يعني 3 شرايط يعني العلبة 30 قرص. وبعد كده عندنا لتروزول العلبة شريط اللي هو 10 أقراص، لتروزول برضو نفس الاسم. بعد كده المنتج الثالث حاجة اسمها تريكسو زولا العلبة شريط، يعني تريكسو زولا، تمام. فدول 3 منتجات تبع شركة فاركو، منهم 2 مستورد ومنهم 1 محلي متصنع في مصر. بعد كده الشركة الثالثة او منتج برضو بتصنع في مصر الا وهو اروما لوك 2.5 مللي جرام. فدول كانوا بدائل لتروزول. عندنا خمس منتجات منهم 2 نفس الاسم لتروزول. بالنسبة لتروزول اللي في ايدي ده ب 740 جنيه، تمام. فسعر هو الفيمارا مفيش فرق، فالمنتج ما بين الاتنين افضل اكيد هروح ليامة نوفارتس اللي هو البراند بقى وكده. فالفيمارا كسعر يعني انت معاك فلوس وكده، انت كده كده بتحتاج شريط، فالفيمارا هيكون حلو قوي. لو انت مثلا الفلوس غالية بقى وكده والشريط ممكن يخش له مثلا في 265 او 260 جنيه. عندك الاروما لوك تبع ماركريل اللي هو المنتج اللي احنا قلناه هنا، ماركريل 2.5 مللي جرام، برضو سعره كويس جدا وبسيط، يعني مثلا انت مش عليه مدة طويلة ولا حاجة، فالاروما لوك هيكون كويس. لتروزول 3 شرايط وشريط مثلا على حسب بلد المنشأ بقى وكده. فانا قلت يعني كده كده وكده لتروزول 2.5 مللي جرام 740 اخر سعر له، تمام. فكده كده الفيمارة يعني فيكون كويس، يعني الفرق ما بينهم مش كبير يعني. فانت لو ترجح شركة على شركة، تمام. فاحنا قلنا كده بدل لتروزول قلنا عندنا 5 منتجات ما بين 3 تبع فاركو، 2 استيراد، 1 بيتصنع اللي هو تريكسوزولا، وقلنا اروما لوك تبع ماركريل، وبعد كده عندك الفيمارا. فقلنا الفيمارا هيكون كويس جدا، بيستخدم الليتروزول استخدمته في حاجتين يعني، واكيد الناس يعني اكيد قلبت الدنيا كلها يعني وكده. انت اصلا يعني الستات اللي في نيتها للحمل بتاخد مثلا بتاخد منه شريط تقريبا من اليوم التاني للدوره 5 ايام مرتين في اليوم، فهي كده كده لمده 5 ايام بتحتاج شريط يعني. فغالبا يعني الليتروزول 3 شرايط بتحتاج شريط، الفيمارا بتحتاج شريط، الاروما لوك سعره كويس برضو في الحنين يعني كده برضو بتحتاج شريط. فدي الفكره يعني، فالفكره انت بتحتاج شريط. فالبراند الرئيسي يعني كده نوفارتس، لتروزول 2.5 يعني ما تحبتش دماغك بقى وكده يعني، فكله بنفس الماده الفعاله. بالنسبه لتروزول زي ما احنا قلنا الاشهر دوايين بيستخدموا مثلا في نيه الحمل والتخطيط بقى للحمل وكده، عندك اللتروزول والكلوميد. احنا بنتكلم على ايه؟ لتروزول. ميزه اللتروزول عن الكلوميد ان هو حلو جدا وفعال عن الكلوميد في تكيسات المبايض. لتروزول له استخدامات تانية زي مثلا اللي هو اللهم صل على النبي في البريست كانسر اللي هو سرطان الثدي، ممكن يستخدم لوحده، ممكن يستخدم مثلا مع التاموكسفين وكده. بس الموضوع الرئيسي جدا واللي شاغل الناس كلها يعني الا هو الخلفه بقى والولاده، واهم حاجه هو بيتاخد في نيه للحمل، تمام. فدايما الدواء ما بيتاخدش الا باستشاره بروشيتا متابعة بقى وكده. دايما الحامل بالذات يعني، يعني في نهاية الحمل بنحاول كده ممكن ناخد نسمع عن الفيتامين الفلاني والعلاني، بس ما تشتريش حاجة على النت، امشي مع دكتور تبعي وربنا يا رب يكرم كل الناس. الوتروزول حلو جدا مع تكيسات الموبايل، غالبا بنحتاج شريط يعني. فانت مثلا راح تجيبي في مارة 2.5 او الوتروزول اللي في ايدي ده، انت محتاجة شريط يعني، حد يقول لك خد العلبة، لا انت تاخد الشريط وليك حق انك تاخد الشريط. ولو ما لقيتوش مثلا في الصيدلية روح الصيدلية اللي جنبها هتدولك بالشريط عادي جدا. وألف سلامة يا رب لكل الناس، وربنا يا رب يكرم كل الناس بالأطفال يا رب. وبس كده.